المصري. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة اللواء. أحداث فلوريدا في أي إطار أمني وتوصيف بتضع؟ الأول بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري كله بخير، أيام سعيدة ومجيدة، وبنستقبل بكرة إن شاء الله وخلال غضون ساعات يعني قليلة إن شاء الله المسترالة اللي هتصل للقاهرة إن شاء الله أو ميناء الإسكندرية تحديدا. فيعني بنهني الشعب المصري وبنهني أنفسنا بالإضافة القوية الكبيرة اللي بتضاف إلى قدراتنا العسكرية ومقدراتنا لحماية أمننا القومي. المسترال جمال عبد الناصر تصل إلى ميناء الإسكندرية يوم الخميس إن شاء الله خلال غضون ساعات قليلة إن شاء الله. فيعني دي مناسبة سعيدة حبيت أذكرها وأطرحها للرأي العام على أساس يبقى يعني دي بداية مبشرة. يعني فيما يتعلق بموضوع الحادث الذي وقع في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، دلالة على كثير من الاطروحات التي طرحت فيما سبق، أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، دي بداية. الجزء الثاني عدم وجود حلول عادلة وشاملة للقضايا الإقليمية وخصوصا مشاكل الشرق الأوسط، سبب رئيسي اللي هي القضية الفلسطينية، يعني سبب رئيسي لما يدور وما يحدث في معظم بلاد العالم. من يدعم الإرهاب سيطال ويكتوي بناره. كل الدول المتقدمة بل وكل الدول الغربية وكل الدول التي أنا لها باع فيما يتعلق بجزء مكافحة الإرهاب أو دعم الإرهاب أو يعني تمثيليات مختلفة هي طالها الإرهاب، وقد حدث هذا الكلام في بلدان كثيرة، بلدان عديدة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنسا أو في بلجيكا أو في دول متقدمة وعظمى وكبرى وتمتلك من الأزرع التي تكافح الإرهاب الكثير والكثير، ولكن تمكن منها الإرهاب بفضل دعمها الأساسي في البداية لنشره في بعض البلدان. إذن حضرتك مع أطروحة أنه حدث إرهابي وليس حدث فردي؟ لا، هو حدث إرهابي وممنهج ومؤثر، ده من وجهة نظر ممنهج أو تحليل. طبعا ونوعي، لأنه استهدف فئة معينة. طبعا هي الفئة دي قد لا تروق للكثيرين لأنها مخالفة لبعض الشرائع وبعض الأديان، ومخالفة يعني بطبيعة الحال الجزء الشرقي أو الجانب الشرقي من العالم ما بيقتنعش بهذه الجزئية، بل معظم بلدان العالم. حضرتك شايف إن ده عن قصد؟ يعني أعتقد إن هو عن قصد. عن قصد في هذا التوقيت بالذات فترة رمضان، تصرف الإدلاء بأن هذا مرتبط بداعش من خلال المنفذ هذا العمل، أعتقد أنها كلها دلالات توحي بأن أو تؤكد على وجهة نظري، من وجهة نظري طبعا، أن هناك ضلوع أو نقول موائمة ما بين المنفذ والعناصر الداعمة لي، واستغلال أيضا للحدث لترويجه إعلاميا لكي يظهر أن هناك نفوذ أو قوة متمثلة في داعش أو أن الولايات المتحدة مبني عليها مثل يعني تصوير هذا الماشي يعني. بالضبط دي الحقيقة الفكرة اللي استغلت بالضبط من قبل السياسيين وفترة الدعاية الرئاسية للولايات المتحدة. خلينا نفند التحليل واحدة واحدة. تفضل. صديق ماكين عمره 29 أفغاني الأصل، لكن هو مولود في الولايات المتحدة الأمريكية، إذن النشأة كانت في الولايات المتحدة الأمريكية. ده بيجعل في علامات استفهام حول من يولده داخل الدول الغربية وبعد ذلك ينقلب على نفس الدولة التي نشأ وترعرع فيها، سواء تعلم فيها أو حتى بشكل أو بآخر اكتسب قيم داخل هذا المجتمع الذي نشأ فيه. لماذا هذه العقول تنقلب على الدولة الراعية لها منذ الولادة أو نعومة أظافرها؟ القيم لا تتجزأ، القيم ثوابت، القيم شيء يعني ثابت في النفس البشرية، فبالتالي اتجاه الإنسان أو يعني محاولة أنه يعدل من نفسه أو من وضعه في اتجاه فكر معين أو في اتجاه منهجية معينة ما بيؤتش ثماره في النهاية وبتبقاش راسخ، لكن الأساس في الموضوع البداية، هو نشأته إيه؟ عقيدته إيه؟ والعقيدة والدلالة لها قوة داخل النفس البشرية بالتالي بتنعكس على أداءه فيما بعد. هو ما راقوش اللي حدث، فبالتالي عمل من شأنه يوصف عمل كونه عمل إرهابي، يوصف كونه عمل إرهابي لأنه أتى على عناصر أنا مختلف معاه متفق معاه، ولكن هي بشر بني أدمين مواطنين لم يضروا أو لم ينفعوا فيما يتعلق بموضوع الأعمال السياسية أو الأعمال الدنيوية في حد ذاته. هم مختلفين معايا ولكن انا مش شرط ان اقتلهم، لو هناك في قضاء في اساليب اخرى، يعني اعتقد ان حتى الولايات المتحده الامريكيه اتخذت هذا الاجراء لما قانون المثليين بالضبط. وكمان اجتمع الرئيس اوباما بمجلس الامن القومي صباح اليوم ووضح كيف يعني تداعيات الحادث واثره على الامن القومي الامريكي،
وايضا التباحث في انتماء هذا المنفذ لداعش، وبالتالي كيفيه التعامل مع داعش والنجاحات اللي اتحققت. لا ده هو الحقيقه تفسير الرئيس الامريكي كان يمكن غريب شويه، قال لك ما فيش اي اتصالات من خلال مواقع الانترنت اللي بيتم مراجعتها مره اخرى ان هو تلقى اي تحريض من جماعات ارهابيه، في وقت يقال فيه انه بايع داعش قبل ايام او قبل يومين. ده بايع داعش، بل وذكر على صفحته انه متوجه الى، قبل تنفيذ الحادث بثلث ساعه على ما نشر في بعض وسائل الاعلام، انه متوجه الى لتنفيذ هذا العمل في هذا المكان، اشاره الى البوليس الامريكي، يعني اشار الى انه ذاهب لينفذ هذا العمل قبلها بثلث ساعه، وعلى نشر ذلك على صفحته. هل هو خلل أمني أمريكي يحاول أوباما بشكل أو بآخر أن يحافظ على ماء الوجه؟ أعتقد دي الجزئية دي ممكن من وجهة نظر حضرتك سليمة، دي فيما يتعلق ولكن ترامب استغل هذا الحادث لمصلحته طبعا، لأنه كان بينادي بهذا الموضوع منذ سابق، وينادد بالإسلاميين وينادد بالجهاديين وينادد 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 إلى درجة أن وصم الرئيس اوباما الامريكي، الرئيس الامريكي اوباما، بانه بيدعم الارهابيين وبيدعم هذا او بيكبل يد المخابرات في انها بتحارب الجماعات الارهابيه. بالزبط. يعني دي تصريحات اتخذت ضد اوباما بشكل كبير، وايضا ربما لصالح دعايته الانتخابيه فيما هو ده، هو استغل هذا الموضوع. يعني استغل، ولكن هذا لم ينطلي على بعض البلدان ولم ينطلي على بعض النشطاء السياسيين داخل الولايات المتحده الامريكيه، بل عمده فلوريدا نفسه قرر او اتخذ قرار بمعنى دخوله من الى فلوريدا وفق تصريحات صدرت عن بعض الصحف الامريكيه في هذا الاطار، اضافه الى ان المجتمع الدولي ما لم يعني لم يستوعب ما ذكره ترامب فيما يتعلق بالاسلاميين، وندد هذا الموضوع لدرجه ان 427 ناشط بريطاني طالبوا بمنع دخوله الاراضي البريطانيه وسمحوا بذلك، بل لدرجه ان البرلمان البريطاني هيجتمع للنظر في هذا الموضوع، اضافه ان بعض البلدان العربيه ايضا لم يعجبها تصريحات ترامب، في لانه اساسا حضرتك تعلمي انه رجل اعمال وليه بعض الانشطه في مجال المجوهرات و و و صحيح، هو ملياردير وتصريحاته يمكن بتلقى صدى لدى اليمنيين سواء في الولايات المتحده او حتى في اسرائيل اللي بتشكل اللوبي الصهيوني الداخلي او اليهودي بشكل كبير داخل في السياسات الامريكيه. ده هيخلينا نتكلم عن استراتيجيه الولايات المتحده. دونالد ترامب اذا ما خرج بهذه التصريحات وخدمته الاحداث، كيف سيتعامل مع المسلمين او مع دخول المسلمين الى الاراضي الامريكيه؟ ده هو خد قرار، يعني وجه النظر اول قرار هياخده فيما يتعلق بهذا الموضوع ان هو يستبعد دخول كل من اي دوله منها وافد من البلدان الاسلاميه التي اطلعت فيما يتعلق او فيما يسمى بالارهاب، من وجهه نظره لن يسمح بدخوله امريكا او حلفائها، يعني من تضرر الولايات المتحده او حلفاء الولايات المتحده، لان مصالح امريكا لدى حلفائها، فبالتالي اتخذ هذا القرار ونوى عنه، مع عشان كده وجد مقاطعه من بعض الدول دي، في اربع دول عربيه تحديدا قطعت هذا منتجات ترامب في 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 وشركاته داخل بلدانها اللي هي السعوديه والامارات وقطر والسعوديه والامارات وقطر والكويت، الاربع دول العربيه دي اللي قطعت منتجات ترامب وصرحت بكده. الادهى من ذلك ان ايضا حتى هيلاري كلينتون اصرت ان تصريحاته دي معيبه، تصريحات ترامب معيبه. اللي عايز اقوله عشان اربط الموضوع ببعضه ان الموضوع كله استغل من قبل بعض المرشحين او يعني ترامب تحديدا لصالحه، لانه تم استغلاله سياسيا. اكد على مصداقيه ما طرحه فيما سبق، يعني هو كان بينادي بس لهذا الكلام وبيقول ان الاسلاميين معيبين والاسلاميين ليهم كذا كذا كذا، يمكن اخر تصريحات لاوباما النهارده ذكر ان هذا الكلام لا يجب ان يصدر من مرشح امريكي لانه ده بيخالف العقائد الامريكيه و و و و درءا لما وجهه، لانه طبعا هو اتضح ان هو طبعا يعني في عوار امني عنده، في عوار مخابراتي عنده، في عدم استغلال، في دعم غير معلن لداعش والنشطاء بيؤتي ثماره حاليا على في تخريب المجتمع الامريكي، حتى نعم. وان اصاب جزء او فصيل يعني مش متفقين معاه ايديولوجيا او عقائديا او نفسيا حتى او اجتماعيا، فبالتالي ما وجدش الصدى الايجابي وفي نفس الوقت اضره، يعني فاذا ضرر اصاب الجميع في الولايات المتحده الامريكيه من جراء هذا الحادث، عشان كده داعش استغلت هذا الموضوع وروجت له ان هي نفذت هذا يعني احد اطرافها او احد اذرعها نفذ هذا الموضوع عشان تؤكد ان حققت
نجاح او حققت مكسب ليها يد طوله في الكثير من المجتمعات الغربيه او حتى الدول العظمى. عندما خرجت احداث 11 من سبتمبر، الولايات المتحده غيرت من استراتيجيتها تماما مع العالم الاسلامي. خرجت بدعوى محاربه الارهاب، خرجت بغزو لافغانستان، وخرجت في اعقابه بغزو للعراق في عام 2003. الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا ما تم اتهامها بأنها هي المدبرة لأحداث 11 من سبتمبر لأغراض أو استراتيجيات تنفذ من خلال سياستها الخارجية. هذه المرة هل من الممكن أيضا أن تكون هي الفاعلة لمثل هذه الأحداث لتمهيد استراتيجية أخرى؟ لا أستبعد ذلك، خصوصا بعد تنامي النداءات بحل المشاكل الإقليمية، وخصوصا مشكلة الفلسطينية يعني أو الحل القضية الفلسطينية بحد ذاته. لأني أعتقد أن هي دي أمريكا لها هدفين زي ما اتفقنا قبل كده وذكرناها صراحة، هي عايزة تهيمن على العالم في ظل التنامي اللي طالع من الصين وروسيا، فبالتالي هي عايزة توقف هذا التنامي، عايزة تستبعده. شوفي مش بنبعد عن الموضوع، لا، هي بتوجد ما يؤكد ليها أو يفعل دورها في العالم كله، لأن هي مهددة وبالتالي تتحرك في اتجاه مضارة، مهددة، مستنزفة، في عليها ضغوط، في عليها خسائر، في فبالتالي عايزة توجد لنفسها مساحة وتوجد لنفسها قرار أيضا. فبالتالي من قد يكون لا نستبعد أن ما حدث في 11 سبتمبر مرتبط أو مرتبط كهدف استراتيجي لما يحدث الآن، خصوصا أن الفترة أيضا فترة نهاية حكم أوباما وبداية حكم من سالي أوباما. سنتين فترة انتقالية وتمهيد لمرحلة ستبدأ بها الولايات فبالتالي المتحدة، لازم يحط أدواته أدوات الاستعداد الجيد لكي يبدأ القادم مرحلته الجديدة، خصوصا أن المرشح بقوة حتى الآن هي هيلاري كلينتون. أنت التنافس فيما بينهم ربما هما الأبرز، بين ترامب وكلينتون، لكن أعتقد أن على الساحة دلوقتي وعليه، والرسالة بتقول يعني وجهة يعني طبعا السياسات ما بتختلفش حتى وإن اختلف وحتى وإن جه ترامب، ولكن في النهاية السياسة ثابتة، السياسة الأمريكية استراتيجية الإدارة الأمريكية بتسير في اتجاه بالضبط ثابتة واضحة ومحددة وبتمشي عليها، لكن طرق التطبيق سيادة اللواء اعتدنا إن هي بتختلف ما بين ديمقراطيين وجمهوريين. هي طرق التطبيق بتختلف ارتباطا بالمصالح، سواء في اتجاهات عسكرية أم حلول سياسية، يعني أيهما بيغلب دائما الأسرع لتحقيق الهدف، الأسرع والأقل خسارة هما اللي بيبحثوا عنه، ولكن إذا تعقدت الأمور فبيلجأوا للحل الأصعب. انتهت يعني دائما المصلحة الأمريكية فيه. الغزو الأفغاني وأيضا غزو العراق كان في ظل حكم الجمهوريين ولتحقيق إيه؟ لتحقيق هذه الاستراتيجية التي تحدثنا عنها، أو حتى الإسلاموفوبيا الذي ظهر في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر. مرتبطين ببعض يا فندم، الحدثين مرتبطين ببعض، حتى وإن كان ديمقراطيين اللي موجودين على الساحة الآن، ولكن الحدثين مرتبطين ببعض من وجهة نظري. نعم، ينضم إلينا عبر الهاتف اسمح لنا سيادة اللواء الكاتب الصحفي عاطف الغمري المتخصص في الشؤون الأمريكية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك. أهلا بيك وكل سنة وحضرتك بألف خير. طيب أستاذ عاطف، عندما خرجت أحداث فلوريدا يوم الأحد، كيف قيمتها من خلال متابعتك للمجتمع الأمريكي وشؤونه الداخلية على مدار سنوات أقمت فيها في واشنطن؟ هو الحقيقة يعني يمكن داخل المجتمع الأمريكي في حتى دراسات أمريكية معروفة من معتمدة على تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن هناك نوع من التحامل على إلصاق كل تهمة بما يرتكبها شخصيات مسلمة بأنهم يعبرون عن فكر إسلامي. هذه الولايات المتحدة نفسها حسب يعني يمكن حتى بينشأ فيها، ممكن قوي أن نقول أن بعض من ينتمون إلى دول إسلامية لديهم بعضهم أسباب تدعم للتطرف، لكن داخل المجتمع الأمريكي هناك 150 تنظيم حسب تقديرات مكتب التحقيق الفيدرالي بتتبنى العنف لدرجة أنه يوصف بالإرهاب، وهذه تنظيمات بيضاء كان بيطلق عليها أنها أنجلو ساكسونية لأنها لا تنتمي حتى إلى الشرق، لكنها لديها أصول من هذه المجتمعات. هنا في بيئة داخل الولايات المتحدة لا تدفع إلى التعصب فقط، ولكن بتنشر حتى العنف ضد أي جماعات أخرى ليست منتمية إلى مجتمعاتها.
هي بطبع زي 250